إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوتي في الله، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا في حاجة من حين إلى آخر أن يخلو مع الله سبحانه وتعالى. Really, mankind in the life of this world, every once in a while, he is in dire need to be alone with Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ فِي الْخَلْوَةِ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنَافِعَ تَأُولَ إِلَىٰ قَلْبِكَ. نَعَمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ. Really, when you're in seclusion and alone with Allah subhanahu wa ta'ala, this brings a lot of benefit to your heart and to your religion. نَعَمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ. وَإِنَّ الْعِبَادَ يَخْتَلِفُونَ فِي كَيْفِيَةِ خَلْوَتِهِمْ مَعَ اللَّهِ وَلَكِنَ الْمُهِمْ أَنَّ الْعَبْدَ يَنْفَرِدُ مَعَ رَبِّهِ. نَعَمْ يَا إِخْوَتِي فِي اللَّهِ. People, they differ in how they're in seclusion and how they're alone with Allah. But what's important is that you find time. You find time. تَجِدْ وَقْتًا أَنْ تَخْلُوَ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. That you find time to be alone with Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ الْمَعِيشَةَ وَطَلَبَ الْمَعَاشِ أَشْغَلَ النَّاسَ عَنْ دِينِهِمْ وَصَرَفَتْ قُلُوبَهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Really, life and living and surviving in this world has turned people away from Allah and has preoccupied them from Allah subhanahu wa ta'ala. وامتلأت صدورنا يا إخوتي في الله بالشكاوي ولكن من يجد وقتا حتى يشكو شكوته إلى السميع العليم. Our hearts, all of our hearts are full of complaints and problems نعاني منه that we suffer from. But who has the time to complain to Allah subhanahu wa ta'ala? يقول ربنا سبحانه وتعالى عن زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا نداء سرا بينه وبين الله خلا مع ربه سبحانه وتعالى حتى يشتكي. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Remember the servant of Allah, Zakaria, when he called out to Allah in secret by himself. نعم يا إخوتي في الله. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ويشكو ويشكو ويشكو. And oh my Lord, my bones are weak, my hair is gray. And he starts complaining and complaining and complaining. نعم يا إخوتي في الله. ونحن في أمس الحاجة إلى أن نخلو مع الله سبحانه وتعالى. We are in dire need that we be alone with Allah سبحانه وتعالى. والعبد في حاجة إلى ذلك حتى يدعو ربه. And the servant needs that
سوكا قوات الله ويتفكر في آياتي and he can contemplate about the signs of Allah ويشكر نعمته and then he'll thank Allah for the countless favors that's upon him ويذكر اسمه على لساني and he can have some time to mention the name of Allah on his tongue ويشكو شقوته في صميم قلبه so he can have the time to complain about the things that deep in his heart ولكن أين نجد من عنده وقت حتى يشكو إلى الله سبحانه وتعالى Where can we find somebody who has time to be alone and complain to Allah subhanahu wa ta'ala? قال ربنا سبحانه وتعالى عن يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله وأعلم من الله ما لا تعلم Verily, I only complain my problems and my worries to Allah بمعنى ما أشكو إلى الناس ما أشكو إلا إلى الله إنما أشكو بثي حزني إلى الله متعلق بالله يجد وقتا أن يخلو مع ربي I only complain my problems and my worries to Allah. He doesn't complain to people. He finds time to sit with his Lord. نعم يا إخوتي في الله يقول ربنا سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن ناشئة الليل أي العبادات التي تنشأ في الليل The acts of worship that are done at night أشد وطئا أشد موافقة لقلبك These عبادات that are done at night They are the most in agreement with your heart. وأقوى مقيلة أفضل ما تقول وتقول نفعه على قلبك يا عبد الله. This is the best time that you hear yourself. يذكر الله. It's the best time you hear yourself. نافع لك. مهما كان لابد يا عبد الله أن تجد وقتا تخلو مع الله سبحانه وتعالى. No matter what the time is. But you have to find time to be alone with Allah subhanahu wa ta'ala. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَلَوْ كَانَ عَلَى جُنُوبِهِمْ أكثر ما يكون مع الله سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار Those who remember Allah when they're standing and when they're sitting and when they're laying on their sides. And a lot of people when they're laying on their sides, they're alone. It's an opportunity. فرصة. ولكن نحن مع غير الله سبحانه وتعالى في خلواتنا. It's an opportunity when they're laying on their sides to remember Allah. ربنا ما خلقت هذا باطنا. They say, oh Allah, you have not created all of this in vain. يتفكرون. فقينا عذاب النار. Save us from the hellfire. سيكون حساب. نعم. There's going to be an account. جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من الوحي الرؤيا الصادقة حتى كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلا ثم حبب إليه الخلا فكان يلحق بغار الحراء الحديث The first thing that started with the message of Allah صلى الله عليه وسلم من revelation is a truthful dream and to the point that he would not see anything at night except became clear and just as you saw it as night during the day. Then it became beloved to him seclusion, being alone. Then he started going to the cave of Hira, يتحنث, worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله من نجاه I said, oh, messenger, what is safety? What is salvation? قال امسك عليك لسانك
وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وليسعك بيتك، انظر وقتا، انظر مكانا تخلو مع الله يا عبد الله. What is najah? What is salvation? He said, hold your tongue, watch what you say, and let your house be sufficient for you. وابكي على خطيئتك. Cry over your sins. متى تتذكر هذه المجموعة الجمعة الذي جمعته من الذنوب والمعاصي؟ متى تفكر فيها؟ When you gonna contemplate about this great accumulation that you gathered from sins and ma'asi? نعم يا عبد الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة. The best salah of an individual is in his house, except the five salah. صلي في بيتك، ودع الله في بيتك. نعم. ابتعد عن الناس. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت عن أهلها مكان شرقية فاتخذت من دونهم حجابا. Remember Maryam in the book. Remember Maryam. She went far away from her people towards the east. And she took hijab. مكان خلف الجبال جدار خلف الجبال. تخلو مع الله سبحانه وتعالى. So she could be alone with Allah. She went behind a wall, behind a mountain, and she could be alone with Allah سبحانه وتعالى. نصر الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في إخوتي في الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله. Seven kinds of people, they're going to be on the shade on the day of resurrection, on the day that there's no shade except his shade. فذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجلا ذكر الله خاليا وفاضت عينه. متى تجزم الله حتى تتذكر، حتى تفيد عينك يا عبد الله؟ ما أحوجك أن تخلو مع الله وتنفرد معه. Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned a man, he remembered Allah while he was all alone and he cried. His eyes overflowed with tears. يتذكر حاله. نعم يا إخوتي في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين خطر الخلوات التي تقع فيها السيئات. The Prophet صلى الله عليه وسلم warns us about how many people they enter in seclusion with shaitan. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. No man is alone with a woman. نعم. Except شيطان is the third of them. نعم يا عبد الله. هذا الزمان الخلوات يكون مع الشيطان. This time that we live in, come من الناس يخلو مع الشيطان. How many people are alone with shaytan? غفلت القلوب. Their hearts and heedlessness. نعم يا إخوتي في الله. لا تستخف بحسنات تقع في خلوات ما أعظمها على القلوب. Don't make small of little deeds that you do when you're all alone. يحسن قلبك وحالك. They improve you so much. ولا تستخف بسيئات تقع في خلوات تدمر البيوت تدمر العقول. نعم يا إخوتي في الله. Don't make small of sins that are done in alone. They ruin families. They ruin people's hearts. نعم يا إخوتي في الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي غائبين عن أعين الناس. غائبين عن أعين الناس. هذين يخشون ربهم. Those who fear Allah when they're not in front of the people, when nobody sees them. لهم مغفرة وأجر عظيم.
They have forgiveness from Allah and a great reward. لا تستخف بحسنات تقع في خلوات. Don't make small of deeds, مهما كان, no matter what deed it is. And somebody's alone with Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَسْتَخِفَّ بِسَيِّعَاتٍ لَا وَاللَّهِ تَقَعْ فِي خَلَوَاتٍ تُدَمِّرْ تُفْسِدْ. Don't make small of sins, مهما كان, small or big, that occurs when you're alone. نعم يا عبد الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد من حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال تهامى بيضا فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. I know some people, they come from my ummah. On the day of resurrection, they have big deeds, big hasanat, the likes of the mountains of Tahama. Allah, on the day of resurrection, He makes their deeds like scattered dust. قال ثوبان قلت يا رسول الله صفهم لنا جليهم لنا حتى لا نكون منهم ولا نعلم. Allah, describe, O Messenger of Allah, describe them to us. Describe them to us. Make it clear to us who they are so that we won't be from amongst them and we don't know them. قال إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم. They're from your brothers, from your own race. يأخذون من الليل كما تأخذون. They even pray at night just as you pray. وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انتهكوها. If they're alone, by themselves, with what Allah made haram, with that which is unlawful, they fall into it, they go after it. وَيَعَذُ بِاللَّهِ نَعَمْ يَا إِخْوَتِي فِي اللَّهِ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. أي والله يا إخوتي في الله, حسن حالك, راقب ربك. They can hide from Allah, but they can't. They can hide from the people. They can hide from the people, but they cannot hide from Allah. And He's with them when they're plotting and doing what their things was not pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ. Allah knows the deceiving eye when He's looking at the haram, and He knows what's in the heart. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ. هي ما كان في خلوة. نعم. غائب عن أعين الناس. Stay away from فواحش and that which is big and shameful. وَمَاكْ فِيهَا فِي الْقُبْحِ وَالْعَيْبِ. Stay away from them things. That which is open and that which is hidden. نعم يا إخوتي في الله. نصر الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. قال ابن قيم كما يذكر في الفوائد اطلب قلبك في ثواث بواطن. Look for your heart. انظر صحة قلبك. Look at your heart in three different areas. عند سماع القرآن, when you listen to Quran, هل تتفكر؟ هل تنشغل؟ هل تنشب؟ When you listen to the Quran, do you contemplate? وعند مجالس الذكر, when you're in classes and remembering Allah, how's your heart? How are you attentive? وفي أوقات الخلوة, and when you're all alone, فإن لم تجد لنفسك, إذا لم تجد قلبك في هذه المواطن, if you don't find yourself a good heart in these three areas, فصل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. Ask Allah to give you a good heart, for verily you have no heart. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا قلوب طاهرة ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على خلوته معه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.